السلام عليكم. دلوقتي هنتكلم على البيم كوردينيشن. البيم كوردينيشن هو عملية مهمة جدا، بتبدأ من أول يوم في المشروع بنتفق كل قسم شغال ازاي. احنا ممكن نكون عندنا معماري وانشية وكهروميكانيكال وكل قسم شغال كويس بس لوحده، يعني لما تحط حاجتين على بعض تظهر المشاكل، تحط المعماري على الانشية تظهر مشاكل وتظهر ان في عدم تناسق. فالبيم كوردينيشن بينسق بين الأقسام، هو بيبدأ من أول يوم في المشروع بنتفق هنشتغل ازاي قبل ما الناس تشتغل. يعني بنقول مثلا الجزء ده المعمار هيشتغل يمين، الكهرباء هنا، الانشاء هنا، فبننسق الشغل. مثلا عندنا طرقه يبقى التكييف هياخد يمين فوق، لا الكهرباء هتمشي في النص، وهكذا بننسق الشغل بينا وبين بعض. طب مين اللي هيبدا الاول؟ طب مين اللي هيحط دي؟ طب ومين اللي هيسحبها عنده؟ الكلام ده مهم جدا، بيوفر علينا وقت كتير. وكل اسبوع بنبدا نعمل بيم كوردينيشن ونتاكد من التنسيق بين الاقسام، ولو في اي مشاكل نحلها. لو استنينا لاخر مشروع عشان نوفر ساعه ساعتين، هتتفاجئ في اخر المشروع ان انت عندك مشكله كبيره جدا، الا وهي 20,000 مشكله. انما لو كل اسبوع جبت مشكله حلتها، هتلاقي في اخر المشروع ما عندكش مشاكل. بدل ما تقعد 6 7 شهور تحل المشاكل بس، لا هتلاقي المشاكل كلها اتحلت. البي اي ام ممكن نخصصها بيلدينج انفورميشن موديلنج او مانجمنت. البيلدينج بنبدا نشوف الاجتماعات هنحلها ازاي، كوردينيشن ميتنج، ونتكلم على المباني، نبدا نشوف المشاكل، نبدا نشوف الاسبل ريكوايرد، نبدا نشوف السايت لوجيستيك كوردينيشن سكادول، الاجتماعات هتبقى عامله ازاي. طيب بالنسبه للاجتماعات، لازم قبل ما نحضر نكون محددين ايه اللي احنا هنتكلم فيه، ايه النقاط بالظبط اللي هنتكلم فيه. ما حدش يتكلم في نقطه غير اللي احنا متفقين عليها. الاجتماع يبدا في ميعاده، ما فيش حاجه اسمها نبدا الاجتماع الناس ما جاتش طب نستنى نص ساعه، ينتهي في ميعاده او قبل ميعاده. لو احنا كنا خلصنا المشاكل كلها، ممكن في اجتماعات على الطاير، يعني مش ما بنقعدش على الكراسي واقفين بنتكلم على المشكله سريعا. بلاش نقعد نبعت ايميلات كتير، الايميلات لو مش نافع الاجتماع. يعني الافضل ان انت بتحضر الاجتماعات، لو في اي مشكله تروح للشخص تقف معاه تتكلم معاه وتقول له ابعت ايميل فيه الكلام اللي اتفقنا عليه على اساس ما ننساش. جزء خاص بالانفورميشن، عندي حاجه اسمها بيئة للعمل بنحط عليها الشغل، بنبدأ ننظمها، ننظم الانفورميشن، بننظم الداتا، بننسق بين بعض المعلومات المشتركة مع الناس كلها، الناس كلها بتقول رأيها، بنبدأ نعدل، بنشوف كل واحد عايز ايه المعلومات اللي محتاج ان هو يضيفها للموديل. جزء خاص بالموديلنج او بالمانجمنت، بنبدأ ننسق بين الموديل وبعضها وبعض، بنبدأ نشوف كل عنصر هيشاف هنا او ما شافش، مين الاونر شيب او مين الشخص اللي عمل الموديل دوت، على اساس لو اكتشفنا فيه مشكلة نرجع له ونقول له اعمل ابديت للموديل بتاعك.